أحسن والله. أنت اللي جبت عنه والله. أحسن أحسن أحسن. شاهد لحظة بكاء علي معلول بعد مباراة النادي الأهلي بسبب تضييع ركلة جزاء والتسبب في خسارة فريقه. السلام عليكم، لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا إعجاب واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. دخل الدولي التونسي على معلول الظهير الأيسر لفريق الكرة بالنادي الأهلي في نوبة بكاء شديد عقب وداع الفريق منافسات الدوري الإفريقي، وأهدر على معلول ركلة جزاء في تعادل الأهلي علي ملعب القاهرة الدولي، وغادر الفريق منافسات نصف نهائي الدوري الإفريقي، وظهرت دموع على معلول فور نهاية المباراة بالتعادل السلبي، وتأهل الفريق الآخر على حساب بطل مصر. الجدير بالذكر أن الركلة التي أهدرها معلول الرقم 12 في مسيرته الكروية والتاسعة له مع الأهلي. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلي نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال، وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا إعجاب أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصل لكم كل جديد. وقبل أن ننهي الفيديو، لا تنسوا الصلاة على النبي.